توقف منصات التواصل الاجتماعي أو عطلها هو جزء بسيط من اللي ممكن يصير بالمستقبل. تخيل وياي أن تقعد في اليوم الصبح تريد توصل على حساباتك البنكية تلقاها فارغة أو ما تقدر توصلها أصلاً. أو مثال آخر، حسابات البورصة أو حسابات العملات الرقمية اللي بعت سيارتك على مودها على مود توصلها تلقاها كلها فارغة أو مغلقة وما تقدر توصلها أصلاً. تخيل وياي حجم المعاناة اللي راح تعانيها حتى تحاول ترجع كل هذه الأمور هاي إذا قدرت ترجعها أصلاً. لذلك نصيحتي دائماً أن تثقوا بكل ما هو حقيقي ومادي، مثل الذهب، الفضة، عقارات، قطع أراضي، وبهاي الحالة بإمكانكم أن تتواصلوا مع ماكسيموم بروبرتي لاختيار الاستثمار الأفضل دائماً.